قولها وكيل لها وعتهين حلبان قرن وحول دارتين تلك يدد كين وسمنتهين واللي هي فرصة النضوض أي قاضي شنتي بحونة سوماري سومال لنا شن تبي هرت علي البرلمان كنا وراك كسر قدبتي دارتيات كتابك صارتين المادر هي الجوتان له وحنبوحين شروطها قبل اللي مو سلاذين تا ايهو قامية دقامية كا قبل كا قبيلي ومان تا ورباهين تا الله اللاي ايا سودو ويييي كو آنكا قولها وصيرة دا سومالي لان ايكو انسيحيين ان قبل كا قبيلي ونقضو قبل دمايستران وكوشي راحير كا قبل لدا يدقموين كا سومالي لان يغو سيدو كلانا قولها وكيلة دا سومالي لان اسو چهدييي ان اي سيدك ديگا او انسيحيان قبل نمدا قبيلي ايكو تلمامين ميد بوحييي شروطهي لوغا باحنا اي قبل نمو سيدا اي هادل كو ديگين الحمد لله رب العالمين مدة زمان سالك جوجو سيدي تباتكي أي رجبي العصدين إن أي وزيستان مدعوينه عن كتو رعوكا إسيا برة وأقوتين يو أقبل جبي كم من دقمة جبيلي إن أقبل هران يو هيستمر خاصيت دقمة درجة إيه واللي هي فرصة سنوات أي قاضي أنت مدعوينه كده بيجي شنتي مدعوينه سوماري سومال لنا شان تبي هرت علي؟ يعني يا هاي ما محل ساعات كرست وقت يا هاي قط قدره أي دم ما وقت استمر كلا قدره أي دم هذا؟ إلى هاي ما سنقول سمي إنه نسوق عرسيو أو إنه ما توجهنا إنه قط هاجرنا أو دبلتنا عن سعند قبل قبل أيك بحاي حكومته ما أنت؟ هو تاريخ وتاس تواك بشي شنات بشي مي هو أيك عرسي يشان عشوا دبلتك يستوي تواك مي وعقول حكومة العافية وساكن مدحون هرجعي أفر دقمو واي كم يدين دقمو ذا عينبو دقمو ذا الشيخ واللي قبل له يد دقمو ذا بكي أفر ثلاث دقمو واحد درجة سي هنا يوجد بين درجة بي وانسود وين واقف ما بليننا قبل القبيلي أو درجة أها أو قبل الله يوم مقعابين مدحونيه تعرف يا لكائن ومبدأ داسي دور سبق السنة الله هري على حكومة ذا يلا بدي مدحونا كده بيجي ما أنت عايز إذا صعدي إنه مدحونا وقرر وقولها حكومة ده وايسيب بعده ورشيان وموشش ترعية هي حقوق دستورية وهاي أمة دولها هاي ما هو حجارة ما هو معاك ولا هاي عكس ما هو إذا حقوق حق ولا هاي إلا شيء إذا استوى حق ولا دستور ولا هاي وحق ولا هاي إن هاي حكومة ده قدرته كل برامج قدرته وعربه هل كان إن إذا هذا degma kasta iyo gobol kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ah oo buuxiyo shuruudaha laga rabo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo oo laga duusin xuquuqda uu sharcigu siinayo golaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa war xildhibaan qaran baatiin kitaab aad marteen qaran baad u dhaarteen wixii distooriya ee cid xaq u leedahay ay leedahay إن أنسحسان بعض الدارتين واحد ذكاء صرنا إن جوب الله جوب الخاد جبلي يأفرت هذا دقمة أكر لوق هذا يوم الحويلة جمهورة الصومال لا نيو قرا وسيرة صور لكان إن أنسحسان بعض ذكاء صرنا مسبيح عبدي أيام هم بريان يا وسيرة دي سان هم بريان كل هذا جوب الكل كبر جدي إلى هاي قرب كعك كلام لين يجي وسيرة ده بقى البرلمان كنا وراك كسو قدبتي واجبات كدل كلي هي قدتو هو ايغيري دارتيات كتابك صارتين اد غانت صارتين ان ما دير هي قدتان لين وحن بوخينا شروطها غوبل نيمو مركا لا ايغو غوبلدا كلي او دان شروطها غوبل نيمو غبلي او كلي بوخيسي وا لو اوسو ياهي ان شروطها سي سدي دمهستر بوخيني ولكن كستو او جيري ما دام اي مده دهر قاتاي waxaan leenahay waxaan xaq u leenahay cod ku bixin bayno xaq baan u leenahay gobolnimadayada inuu ku faraxsanahay waynu u soo sabirnay sida Soomaaliland ugu soo sabirtay aqoosiga aqoosigina maalin maalmaha kamid oo tan ka yar dambaysa ayaa waxaan filayaa iyaduna soo kale ugu farxi doono abwaankii weynaa baa yidhi in sidayda tihiin iyo in kalaan saxaynay صدح ويجي يما المهدان سور عين ويا سفر لي قبل يابو أنا يجي فر حد يقول جرت ما أنت وحالو ملاين يا إنا أنا تدا قبل قلت مريج أبوانك وينها إنا راحي
waxaa kaloon hambaliyo iyo codsi halkan uga diraya dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabeel Qurbajoog iyo Qolqoljoog inay hambaliyada iyo bogaadinta iyaguna nagala qayb galaan maanta waxa la yiri samraasadkii ma waayo Soomaaliland waa wada ogtahay Gabeel inay gobolada gobolka ugu mudan tahay laakiin haddana anay xuquuqdiisii waxba ku qaadan way ogt waxa leenahay madaxweynaha iyo wasiiradiisii maanta hadday ku dhiiradeen aad iyo aad baan ugu taageersanahay walaaltii maanta uu ku dhawaaqay sidaanu maqlayno aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa adiga iyo golaha wasiiradaba aynu halkan u joognaa inaynu madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradaba inaynu halkan ugu mahad celinno taa uu ku dhiiraday maanta Gabeel oo sugaysay 4-7 sannado gobolnimada golaha baarlamaanka nin walba degmiyo gobol baa laga soo doortay ha la yeeshee markii la yimid fagaarihii dhaarta nin walba kitaab baa gacanta loo saaray waxa lagu dhaarinayay horumarka dalka iyo inta la mid ahayd idinkana intaasaan idinka sugaynaa maanta Gabeel oo la siiyay ku soo hirinayay cod inuu ka helo doonaya anigu waa ila yaab hambaliyo madaxweynuhu hadduu gartay xaqii gobolka Gabeel hadduu gartay iyo degmooyinka kale lagu darayba waan hambalyeynaynaa isaga iyo wasiiradiisa baarlamaankana waxaan leenahay ha raaciyaan mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ibraahim Saylici iyo golahooga wasiirada waxaan leenahay baarlamaankana waxaan leenahay raaciyaan inay leenahay dadka reer Gabeelna waxaan maamartaan u diraynaa saqiir iyo kabiirba inay isku calool ahaadaan calool fayoogaashu waxay keenaan horumarka gobolkay keenaya waa hambalyoona waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka iyo wasiiradiisaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa haddii aanu nahay reer Gabeel aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan umaleynayaa gobolka Gabeel in iga hadal badan inaanu jirin oo reer Gabeel intii madaxweyne soo martay mid aanan gobolka kala hadal ma leh ninkii ugu hadal badan baan ahay ninkii soo gaadhay baan ahaa annaga oo gobolka Gabeel la soo hadal qaado siiraaya ku yidhi ilmaha caloosha ku jirana u dhaqaaqaa halkaasaan gaadhay anuu gobolnimada ka gaadhay sikiriye nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabeel